السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد معايا في القناة ديالنا تي في إيداتي. إذن غنتابعو الحلقة ديالنا حول تفريغ وشحن مكتف في إدارة متوالية ERC. كان الهدف ديالنا في الحلقة الأولى هو دراسة تغير التوتر بدلالات الزمان وتحديد ثابت الزمان، ثم أخيرا رأينا الإبراز التجريبي للطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف. في الحلقة رقم 2 تطرقنا لتأثير مقاومة الموصل البومي على مدة شحن المكتف. إذا في هذه الحلقة سندرس تأثير سعة المكتف كاباسيتي دي كوندونساتور. دونك الهدف ديالنا هو ندرس تأثير سعة المكتف على ثابتات الزمان أو على مدة الشحن. لهذا سنستعمل نفس التركيب التجريبي. دائما تغذيه بالاردوينو 5 فولت من هنا، اذا التيار الكهربائي كيجي من هنا. نسعنا فقط للتغذيه. هنا عندنا قاطع تيار، ملي كنضغطو بحال هكذا هذا كيكون مفتوح، اذا التيار الكهربائي غيمر من هنا ويمشي نحو جي ان بي. اذا هذا غادي يتشارجا، ومن بعد غنضغطو على هذا وغنديرو تيشارج على هذه الدائره الكهربائيه الثانيه هي ملي غيفتح هذا غنضغطو على هذا غيبقى تيشارج. اللي كيهمنا حنايا هو اننا غنستعملو موصل رومي بقيمة ديال 9.87 كيلو اوم تلاتة، و غادي نغيرو كاباسيتي او لي مكتفات اللي عندهم قيم مختلفة. اذا غناخدو سي واحد 1 ميكروفاراد، ثم 3.3 ميكروفاراد، ثم 47 ميكروفاراد، ثم 100، ثم 220، ثم اخيرا 400 ميكروفاراد. وفي كل مرة سنقوم بقياس ثابتات الزمن ثم سنرى مدى تأثير ذلك. ننتقل إلى التركيب التجريبي، لكن قبل ذلك أذكر بعض المصطلحات الفرنسية. المكتف كوندونساتور شحن، شارج تفريغ، ديشارج مقاومة ريزيستانس. دونك شارج إي ديشارج دان كوندونساتور دون لو سيركوي سيري ERC. ثابتة الزمان كونستان دو طون، طو سعة المكتف كاباسيتي دي كوندونساتور سي. إذا ننتقلوا إلى التركيب التجريبي وإنجاز القياسات. إذا ننتقلوا للتركيب التجريبي، إذا غنبداو أولا بالمكتفات اللي غنستعملو. إذا غنستعملو الأول ديال 470 ميكرو فاراد، ثم 220 ميكرو فاراد، 100 ميكرو فاراد، ثم 47 ميكرو فاراد، ثم 3.3 ميكرو فاراد، صغير ما غايبانش مزيان، ثم 1 ميكرو فاراد. بالنسبة للتركيب التجريبي، إذا كما شاهدنا على السبورة، إذا الأردوينو كتعطينا 5 فولت عبر 5 فولت ديالها، كتجي لهنايا 5 فولت، كدوز معانا، إذا ملي كيوصل لهاد بوش بوتون، البوتون بوسوار هنايا، إلا ضغطنا عليه غيدوز التيار من هنا لهنا، هذا ما غيدوزش معاه مع هاد البرونش هادي، علاش؟ لأن هذا مفتوح، غيدوز معانا غيمر عبر الموصل الأومي اللي قلنا غيبقى فيكس، واللي المقاومة ديالها 9.87 تقريبا باستعمال الأوميتر، كتوصل لهنايا من بعد كيدوز لهنايا التيار. إذا كيوصل لمربط الموجب ديال الكوندونساتور المكتف، كيدوز من هنا لاماس. دونك هادي دارة الشحن، دارة الشحن. الأردوينو كتاخد لينا التوتر عند هاد النقطة هادي، ما بين هاد النقطة بليس وما بين موان، التوتر ما بين هنا وهنا. عند انتهاء الشحن كنفتحو هذا، دونك كنضغط على هذا باش يكون ديشارج. إذا في هاد الحالة ديشارج غادي تكون السيركوي ديال ديشارج هي هادي، هي هاد التانية هادي، التيار مبقاش. إذا غنقطع التيار هنا، هذا غيصبح كمولد، غيرجع لي انت الطاقة الكهربائية اللي خزن، يرجع ويدوز معايا ويشغل لنا هاد الصمام تونا. انا فقط الصمام تونا هذا تونا فقط كانديس باش يبين ليا بان هناك ديشارج. في كل مره غنغير هاد المكتف، غنبدا بواحد، دائما غنبدا نسير كور سيركويتي هو الاول بحال هكذا باش يخوى كله، وغنركبو هنايا وغندير الشارج وغنقيس ثابتات الزمان في كل مره، في كل مره وغنسجل النتائج. كنتمنى ان التركيب التجريبي يكون واضح. ننتقلوا الان لاخذ القياسات، ونبدا بواحد ميكرو فاراد. اذا كما قلت نبداو باول قياس
إذن في نفس الوقت غادي نبقى نشاهد على شاشة ديال الحاسوب ديالي عن طريق المونيتور صيغي. إذن كنفتح المونيتور صيغي بحال هكذا، ثم كنضغط على هذا الزر هذا من أجل الشارج، من أجل الشحن. إذن كتلاحظ هنا كيتم الشحن ديالي. دائما نفس العادة كنضغط على، كنختار أولا كنسيليكسيوني هذه، ثم كنضغط على كنترول A وكنترول C وكناخذ النتائج ديالي وكنمشي للريغريسي وكندير فيشيي نوفو بريس بابيي اوكي، ومباشره كيعطيني البريزونطاسيون. كندير موديليزاسيون بالاكسبونونسييل اوكي، وكندير اجيستي وكنقيد مباشره الطو ديالي 8.19 × 10³. اذا 8.19 ملي ثاني ملي ثانية. اذا سجل بالنسبه للطو 1. ننتقل الان للمكتف الثاني، اذا نحيد هذا وغندير ديال 3.3 ميكرو فاراد. دائما بين نفس النقطتين بوزيتيف هنايا هذه النقطه. دائما نكون سيركوتي اولا لا يكون فيه شي شارج اصلا، ثم بنفس الطريقه نفتح السيريال مونيتور ديالي ديال الاردوينو من جديد هنايا هكذا، ثم الشارج ديال الثاني نفس الطريقة كنترول A كنترول C ونمشي لريغريسي مباشرة فيشي نوفو دوسيي بريس بابيي غادي نونغوجيستخي هذا اوكي. لاغو ديال الثاني حصلت عليه، كليان نسد هذا بحال هكذا ونفتح هذه هكذا، ثم غندير الموديليزاسيون توجور اكسبونونسيال وندير اجيستي 24 ميلي ثاني ثانية بالنسبة 3.3 4.24.1 ميلي ثاني ثانية تقريبا زائد ناقص 0.4 ميلي ثاني ثانية. ننتقل بنفس الطريقة للمكتف الآخر. إذا دابا 47 انتبهوا جيدا لهاد المكتفات، هناك مكتفات راه خطيرين جدا بداو كيخزنوا طاقة كهربائية، إذا دائما ما نمسوش حتى نكون سيركويتي أون جينيرال، كنهضر على أون جينيرال. دائما نفتح مونيتور سيري ديال الأردوينو ديالي وكنضغط على هذا مباشرة وكنقيس بالنسبة لها كنترول سي ريغريسي باش نقيس الطو. دونك موديليزاسيون اكسبونونسيال ندير اجيستي دونك 426.6 بالنسبة 447 ميكرو فاراد، عندي 426.6 دائما ميلي ثاني ثانية. ننتقل للآخر دائما بين نفس النقطتين، طبيعة الحال راه يمكن لك الدرس كذلك تفريغ إلا بغيتي تستعمل نفس التركيب التجريبي. أنا فقط هذا درته لكم انديكاسيون غير باش نبين التفريغ، لكن أنا بينا في التجارب السابقة أن هناك شارج أو ديش أو دي شارج. ندير كنترول أ كنترول سي ومباشرة كنحصل على لاكورب ديالي توجو موديليزاسيون كي أجيستي وكنحصل على 845 ميلي ثاني ثانية 845 ميلي ثانية. ديشارج كتلاح لأن هو كديشارجا كلي كنديشارجي مباشرة غير باش نسرع، ثم ننتقلو لميتين وعشرين، ثم نضغط هنا تشاهد هنا، ثم نفس الشيء كنترول أ كنترول سي نو اوكي، ونفس الشيء غندير الموديليزاسيون اوكي اجيستي 1.89 ثانية 1.89 ثانية 1.89 ثانية بالنسبة ل 220 ميكرو فاراد. مباشرة نفتح السيريال مونيتور ثم نضغط مباشرة كتلاحظ بأن هنايا المدة ديال الشارج قلت لي يلاه وصلت 3.48
40 يعني حتى ما كملش الشهر ديالو في هذه المده في نفس المده اللي كنا استعملنا بالنسبه للاخر. دونك كنترول با كنترول سي نكتفي انا فقط بهذا القدر هذا لان ما بغيتش نطول اكثر. بريس بابي نو اوكي موديليزاسيون اكسبونسييل اجستي 4.03 ثاني 4.03 ثانية تقريبا. فعلا لاحظتينا بان الكوربرا مكملش لان مكملش الشارج كلو والشارج كلو لان خصني نزيد المدة الزمني الزمني. اذا هادو هما النتائج ديالنا نسجلوهم على السبورة ثم نناقشوهم جماعة. لننتقل الى مناقشة هذه النتائج واستدمارها. اذا بالنسبة لي عندما نستعمل مكتف واحد ميكروفاراد تكون مدة الشحن أو الضوء 8.19 ملي ثانية، ثم بالنسبة ل 3.3 ميكروفاراد 24 ملي ثانية، 47 426 ملي ثانية، 100 ميكروفاراد 885 ملي ثانية، ثم 220 1.80 ثانية، ثم 470 ميكروفاراد 4.03 ثانية ثانية. واضح أنه كلما ازدادت قيمة سعة المكتف إلا وكانت مدة الشحن كبيرة جدا. إذا إذا كانت R ثابتة إلا بغينا نزيد من مدة الشحن ولا من المدة ديال التفريغ فإننا سنزيد من قيمة سعة المكتف. إذا كخلاصة عندما تزداد قيمة C فإن الطو تزداد إذا كانت R ثابتة والعكس إذا كانت C تنقص فالطو ستنقص سواء أثناء الشحن أو أثناء التفريغ. وبطبيعة الحال هذا واضح لأن الطو تساوي R C بالنسبة للدارة المتوالية R R C فالطو تساوي R في C. واضح أنه إذا كانت C ثابتة و إذا ازدادت R ستزداد طو وإذا نقصت ستنقص طو والعكس إذا كانت R ثابتة فإذا ازدادت C ستزداد طو وإذا نقصت C ستنقص طو. وبهذا نصل إلى ختام هذه الدراسة التجريبية التي تهم ثنائي القطب R C في دارة متوالية. الفيديو القادم حول الدرس هذا المكتف الشحن والتفريغ سيكون عبارة عن تطبيق أو وضعية نحاول من خلالها أن نستثمر كل ما درسنا سواء نظريا أو تجريبيا خلال هذا الدرس. أتمنى أن تكون هذه النتائج والتجارب هذه تنال إعجاب ديالكم وتستفيدوا منها. لهذا لا تبخلوا علينا بالاشتراك ومشاركة مواضيع القناة لتشجيعنا، كما نرحب كذلك نرحبوا كذلك بالملاحظات ديالكم والتعليقات ديالكم والاستفسارات ديالكم خصوصا حول الأردوينو والاستماع ديالها إذا كان شي تساؤل فمرحبا بقدر المستطاع. لا تنسوا الاشتراك في القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وفي حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.